تقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صبر الله المستعان.